الراجل بيحاول على قدر معرفته، وهو يعرف على قدر معلوماته ولديه المعلومة، أن يفسر لجمهور الإعلاميين اللي عاملين النهاردة حالة تمطرس، يعني عاملين ألترس كده لصالح الشركة المتحدة. بيقول إيه؟ بيقول مقدمو برامج التوك شو كانوا من وجهة نظر الدولة أبطال في 30 يونيو، بعدها أصبحوا عبئاً على الدولة بسبب الانتقادات والأسئلة. وبعدين بينقل وبيقول وبعدها وقع عليهم كافة أشكال التجارب والاختراعات الممكنة والغير ممكنة، المعقولة والغير معقولة، لدرجة أن واحد منهم اتحبس بسبب حلقة ومعرفناش ندخله الدواء في الحجز. طبعاً ويقصد هنا الأستاذ خيري رمضان، الله يمسيه بالخير يعني. إلى أن تم وقف برامج معظمهم. نقف هنا يا جماعة بعد إذنكم ونحاول نفسر الأستاذ خالد عايز يقول لنا إيه. الأستاذ خالد من الفريق الذي لم يكن بيحب الإدارة القديمة للإعلام وللمجموعة المتحدة. يعني الأستاذ خالد واضح إنه تدخل جهاز المخابرات العامة في ملف الإعلام ما كانش عاجبه. والراجل ما دام خد موقف النهارده يبقى ممكن جدا يبقى هو يا اما يعرف الطرف الاخر اللي احنا مش هنشوفه غالبا في الفتره القادمه، او بينقل وجهه نظر الطرف الاخر. يعني ده مش التوقيت والطريقه يؤكدوا ان احنا لسنا امام بوست هادف هدفه مستقبل الاعلام في مصر. في رسائل هنجيب، يعني معلش هتطولوا بالكم معانا عشان احنا الزملاء مصطفى عامر، احمد ماهر، الاعلامي محمد الباز، كل الزملاء الاصدقاء الاعزاء دول جايبين حاجاتهم حاجه حاجه. هنرجع تاني للاستاذ خالد عشان الاستاذ خالد يحمل وجهات نظر او ينقل وجهات نظر الفريق الاخر او يفسر اللي بيحصل، عشان احنا كمان نبقى عارفين، عشان احنا بقى مش معقول برضو قناه سفرة تصحى الصبح الحاجه تفتح قناه سفرة عشان تشوف هتعمل لنا ازاي طريقه عمل المكرونه بالبشاميل، فتلاقيها مثلا اتباعت او قفلوا البث. طب الحاجه هتعمل مكرونه بالبشاميل ازاي؟ ما هو كلام برضو غريب. المهم بيقول لك السؤال الان، هل الدوله استطاعت توصيل رسالتها للشارع المصري في قضايا هامة عن طريق المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء كل يوم أربعة؟ حضراتكم عارفين ان احنا كل يوم أربعة عندنا في هذا البرنامج بتبقى فيه احتفال صغير، بنجيب تورتاية وبنولع شمعية وبنقعد كلنا قدام شاشة كبيرة جدا نستمتع بالخطاب المتلفز للسيد رئيس الوزراء اللي ما بيقولش فيه اي حاجة صح، واكيد في مواطنين زي حضراتكم بيستمتعوا طبعا، خصوصا الستات اللي بتقشر جزر او مثلا بتخرط ملوخيه او تكون بتجهز مثلا حله المحشي، الحاجات دي تبقى مهمه لانه كلام رئيس الوزراء بيتكلم عن حاجات ما بتحصلش وبيتكلم عن دوله احنا مش عايشين فيها. فالاستاذ خالد هنا بيقول هل اصحاب الفكر الجديد او الراي الجديد في اداره ملف الاعلام مقتنعين انه مجرد سحب رئيس الوزراء للحديدة والوقوف أمام مجموعة من الصحفيين المنتقدين اللي عمرهم ما فيهم حد سأل سؤال وسمعناه، يعني احنا بنشوف ردود رئيس الوزراء على الأسئلة لكن عمرك ما بتشوف الشكل اللي هو بتشوفه في العالم، يعني صحفي مستقل بيسأل أسئلة هدفها الرئيسي استضاح الحقيقة من السيد رئيس المسؤول، فالسيد المسؤول هيحرج لانه الصحفي المفروض يصر علمونا هنا كده، يعني يصر على الوصول للحقيقه فهيطارد المصدر وهيزنق عليه في الكلام، فاحنا رئيس الوزراء عندنا ما ينفعش نزنق عليه في الكلام، ده بيقعد مع رئيس الجمهوريه هنزنق عليه في الكلام ازاي؟ فنعمل ايه؟ نعمل مؤتمر صحفي في الصحفيين بس ما بيسالوش، وكل يوم اربع يبقى امام السيد الرئيس الحكومه بتطلع بنفسها تقول وتفسر القضايا والحاجات، وكأن هناك عقل داخل الدولة، ده اللي بيقوله الأستاذ خالد مش أنا،
بحاول افسره لكم بس يعني، او بفسر لكم ما بين السطور، هناك عقل داخل الدوله بيقول احنا كل الفريق الاعلامي الكبير ده احنا مش عايزينه في حاجه ومش محتاجينه في حاجه، والفلوس دي كلها ايه على الارض. والراجل لما بيسال هذا السؤال وبيختم، ما بيسالوش ليه، بيسالوش ليك، بيسالوا للدوله.